عيد الميلاد اللي هو بتاع الأشخاص الشخص. نعم قال لي بص عيد الميلاد الشخصي، عيد ميلاد أخويا، عيد ميلاد أختي أو حاجة زي كده، هل يجوز إن أنا أقدم هدية أو إن أنا أهني؟ عيد ميلاد، تقول عيد ميلاد، عيد الميلاد أو عيد ميلاد أخي أو عيد ميلاد عيد ميلاد أخيك، هل يجوز إن أنا أقدم هدية أو إن أنا أهني؟ أعياد الميلاد أمور محدثة ليست في ديننا، والأعياد الأعياد شرعها الله ولم يشرعها البشر. وهل ورد على سمعك أن صحابيا هنى الآخر بعيد الميلاد؟ أمر دخيل على الإسلام من بلاد الكفر أوروبا الكافرة. ما في ديننا شيء اسمه عيد ميلاد، وتطرقوا إلى عيد الزواج، وتطرقوا إلى عيد الحب. أعياد الأعياد شرعها الله لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله. لما وصل الرسول إلى المدينة وجد اليهود يلعبون في يوم عيد، قال إن الله أبدلكم خيرا منه الفطرة والأضحى. فالأعياد يشرعها الله ولا يشرعها البشر. بارك الله فيك.